أنا بدي أحكي معك بشي مهم. شو شكلك وصلت وربطت للبنت بسرعة كتير ما هيك؟ اسمع شو بدي أقلك أخي، أنا بعتقد إنه ما بصير نقتل هالاثنين. أدائك بالتمثيل أحلى بكتير من أداء نص ممثلين الأفلام. ظابط معك الدور على فكرة ها؟ هلا هديك البنت يلي معك بدها تتصل مع أخوها أكيد، وأول ما بتتصل فيه رح يلاقي أمار موقعه فوراً على جهاز تحديد المواقع يلي معنا. لا لا يا أخي، أنا كنت بدي أقلك أنا هلا لازم سكر الخط، وأنت حكي لها شو رح يصير بعدين. خلص أنا بشرح لها لأمي الموضوع، أنا بحاكيها. اسمعني أخي، مش الحال. ممتاز. شو أستاذ؟ اللي أنت جاهز؟ ومن قبل ما تقلي حتى بلشت أتعقب موبايل أخي شاكتي. أول ما بتتصل أنانيا بأخوها رح نعرف موقعه هو وسوني أكيد. ممتاز هذا الشيء. أخي ما وافق، هو ما بيقدر يخالف أوامر أمي ابنه. طيب احكي مع أمك فورا وحاول أنك تشرح للموضوع، يمكن تقنعه. أنت بلا عقل مو؟ أمي مو ممكن أن توافق. طيب شو فينا نعمل؟ هلأ هنن وينهم؟ بصراحة أخي ما قال لي شي غير أنه هنن متخبئين بفندق، وأنه هو رايح مع بقية إخواتي، وبتوقع أنهم يمسكون بأقرب وقت. بدي تليفونك. مشان شو؟ في مكالمة من تليفون شاكتي عم تدق. شوف سوني ما ممكن تهرب من بين ايدينا لو شو ما عملت. مين اللي شغل هذا التليفون؟ هاي أنا. مشان شو؟ يعني إذا عرفوا إخواتك إنه نحن موجودين هون أكيد رح يقتلونا. عن جد؟ يعني رح يعرفوا مكاننا إذا رديت على المكالمة بس؟ لا تردي، أعطيني إياه. اللي شو صار يا زكي؟ لساته عم يرن؟ إيه أخي، عم يرن. مايانك؟ بركي أختك أو أبوك؟ هن يلي عم بيدقوا لك.